يا هلا مجيدة بالشباب، حياكم الله. فقرتنا اليوم هي عن نجوم شباب تواصل اجتماعي، مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا في اليوتيوب والكيك. واحد منهم في اليوتيوب، واحد منهم في الكيك. اليوم نستضيف عمر العسيبي وركان خالد القصيمي. خلونا نتابع هذا التقرير عنهم ونرجع لكم نتناقش. لم يعد الطريق إلى النجومية صعباً كما هو الحال في السابق، فوسائل التواصل الاجتماعية خلقت بيئة مساعدة لصناعة النجوم. كرة القدم بدورها تستقطب جماهيرها وعشاقها من مختلف الأعمار، ومع المزج بين كرة القدم والسوشيال ميديا كانت قصص مع النجومية. ركان شاب في 13 من عمره، اشتهر عبر مقاطعه القصيرة والتي يعرضها على موقع التواصل الاجتماعي الشهير يوتيوب، خصصها لناديه المفضل نادي النصر السعودي. وتعددت المواضيع التي تطرق لها ركان والتي واكبت الأحداث الكروية من جانبها النصراوي. الله خلاك أقوياء، لا تخافون من النهضة، يلا يلا، انتم خسرتوا كل العالم، يلا يا النصراوي. برنامج كيك بدوره أظهر العديد من الشباب الذين اشتهروا بالمقاطع القصيرة والتي لا تتجاوز مدتها 36 ثانية، إلا أنها كانت كافية لإيصالهم إلى أعالي النجومية. وكيك هو مسرح لشاب آخر هو عمر، والذي اشتهر عبر مقاطعه الكوميدية والتي تعددت مواضيعها في مجالات عدة. نلتقي بعمر وركان لنتعرف عليهما أكثر في يا هلا بالشباب. هلا وسهلا، حياكم الله مجيد. ضامنني اليوم أن عندنا ضيفين مميزين كلهم نصراوية. واحد منهم بعد لابس النصر، لابس تيشيرت النصر، والثاني نصراوي معروف. رحب بعمر، حياك الله عمر. احييك، احب امسي عليك اخوي باسل وامسي على الساده المشاهدين. حياك الله، نورتنا. اهلا وسهلا ركان. الله يحييك ركان. انت خلينا ابدا معك، انت نصراوي، مقاطعك اغلبها تتكلم عن النصر، تتكلم عن تطورات النصر، طقطق عاده على الهلال. طبعا ما لنا دخل احنا بميولات، لكنه نتكلم عن المقاطع اللي يسويها، طقطق عادة على الهلال. كلمنا كيف بدأت معك فكرة قناة اليوتيوب. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. وشيء يعني ما استهدف الهلال، أنا استهدف فريق المنافس. يعني لو كان أي نادي غير الهلال منافسنا أكيد يعني بقد يعني أنافسهم بالمقاطع، يعني ما مو مستهدف الهلال. هذا أول شيء. ثاني شيء يعني سويت اليوتيوب يعني عشان أول شيء أعشق النصر وأحب النصر، فيعني قلت خلني وبحثت في اليوتيوب عن أي برنامج نصراوي ما لقيت، فقلت يعني خلني أسيب أنا أول برنامج يوتيوب عن النصر. حلو. برنامجك في اليوتيوب او مقاطعك فلوقات، ما هو برنامج فلوقات؟ لا، هو حلقات بس اسامي مختلفه. حلو. حلقاتك هذه تتكلم عن النصر كثير، هل في ناس من هل انت عشان تتكلم عن النصر عشان توصل مشاهدات عاليه، ولا بس عشان انك تحب النصر؟ اثنين يعني. انا هنا اول شيء اني هدفي اني اوصل مشاهدات عاليه او تقدر تقول الشهره. ثاني شيء اني احب النصر، فقلت خلني امزج اثنين على بعض. حلو. الشهره واحب النصر. حلو. هلا والله عمر. أهلين. كيف حالك يا أيها الجربوع؟ والله خير. أنا كيف علمنا أنت كيف حالك الحين؟ والله الحمد لله. عمر طبعا أسترالي جنسيته، صح ولا لا؟ أكيد أسترالية. عمر كيف بديت في الكيك؟ أنا بدايتي والله ما أقول لك إني بديت ودريت إني باصل شهرة وذي، أنا سرقت جوال أخوي. حلو. وصلحت كيك باك الفنانة أحلام. حلو. وما دريت إلا هي انتشرت. وش كنت تقول في الكيك باك؟ يعني اقول سمعني شو كنت تقول؟ اغني يعني اقول نو اومن نو جراي، نو اومن نو جراي، واقول عاد بالله ايش رايك احلام مصلح في عرب عايده، والله عاد ضبطيني ضبطيني. اها، هذا المقطع انتشر وجا روابط
عاد جاني اخوي اعطاني كم طراق دام انك كملت وروحت خلاص استلم الجوال وش اسمه اعطاني يعني جواله يقول صور فيه المقاطع اللي انت تعجب ودز زي كذا هذه انت صورت المقاطع رحت مره من المرات للسوق انا طلعت مره في مطعم انا وابوي جو الناس يصورون معي وابوي طالع يا ولد مستغرب ذا سالفته سحبني برا ركبني موته سالني قال انت السافك قلت انا انزل مقاطع كيك وذي قال كذا خلاص ابوي كان من شد يقول كمل هو اللي مؤيد لي شرى لي جوال وقال كمل خلاص حلو في حركه انت تسويها دايم ورني اياها حلو وش الحركه هذه الحركه ذي انا ما كنت ادري انها تبي توصلني لهالشيء ذا كنت مره في عشاء وكان قام يطالعني عمي كنت سويت له الحركه ذي وضحك وطالعوا الريدي قال السالفه طلعت انا نحشت جاء اليوم الثاني يسالوني عنها وسويتها وضحكوا دريت انها شيء يعني بيوصلني لمحبه الناس يعني بضحكهم وبحب حلو بيحبوني يعني. حلو ارجع معك في احد من الاعلاميين النصراويين او الاعلاميين اللي مهتمين في مجال الرياضه دعمك في قناتك في اليوتيوب ولا ما في احد الان؟ لا قناتي في اليوتيوب يمكن بس ضرب لي مقطع معك في دوبي بس والباقي من جماهير النصر والهلال انه ما اكذب عليه الهلال يخشون يشوف مين هذا اللي يغلط على نادينا فانا يعني الفيوز حقتي اغلبها من جماهير النصر والهلال النصر يعني يعيدون لي والهلاليين عاد بعضهم يعني ما اكذب بعض الهلاليه دايم يعيدون لي يقول لي حلو بس خفف على الهلال بعض الهلالية عاد اكيد يعني بيغلط حلو وش رايك بالتعصب الرياضي بما انك يعني اعلامي رياضي شوف في فرق بين التعصب الرياضي في فرق بين واحد يحب ناديه ويتكلم عنه وفي فرق بين التعصب الرياضي اللي يسوي اشياء يعني تاثر او تضف بعض الناس وهذا اسمه التعصب الرياضي اما في شيء اسمه اللي يشجع او انه يحب ناديه ويتكلم عنه في شيء اسمه اللي يغلط او يضف او انه بعض يمكن يزعل يروح يقتل او يسوي اي شيء هذا شيء التعصب الرياضي عمر هلا انت متعصب ولا لا والله ما انا كنت محايد بس يوم جيت لمباراة النصر والاتحاد ولقيت الامير تركي بن فيصل وصورت معه وسولف معي يا اخي حبيت النصر حسيت انه يعني حلو وش تقول الامير تركي بن فيصل اقول يعطيها العافيه على استضافه يا مضاف حلو هل تشوف انه يطور في نادي النصر كيف يعني صاحب سمو الملك الامير تركي بن فيصل يطور في معلش فيصل بن تركي ترى انا ما اعرف للاسف الرياضه والرجل غلط واغلط معه فيصل بن تركي اسمه الامير فيصل بن تركي هل تحس انه يطور في نادي النصر؟ ايه يعطيه العافيه الحين هو قام يجدد على 5 سنين على 5 سنين حلو ما هب زي يعني بقيه انا اقول يعني للباقي يعطيهم العافيه 100 100 حلو ركان كيف تحاول تحصد اكبر عدد من المشاهدات في مقاطعك؟ شوف انك انت تشوف شيء او زي مصدر لا تكلمني تشوف الناس كل شيء متصدف 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 فانت تجيبها وتسوي على مقطع حلو مو بس كله على الصداره اشياء من هنا وهنا وهنا تصير مقطع حلو وشوف الايام الجايه ان شاء الله بيصير مقطع اسمه بطل لا تكلمني والناس ان شاء الله النصر بيحقق الدوري ان شاء الله والناس راح يتكلمون عن بطل لا تكلمني فهي شغل ماشي زي كذا يعني بطل شوف اكثر سالفه قاعده منتشره بين الناس هاشتاج منتشر زي الشقفديه حق الهلاليين تكلمت عنها لانه يعني هم اللي ماسكين هالايام هم الشقفديه فانا تكلمت عنها فاكيد جابت فيوز عالي حلو الناس ما تشوف انه احيانا تسبك تعصبه وكذا الهلاليين او النصر او الاتحادي او اي فريق ثاني منافس النصر لا هل تشوف انه احيانا يسبك تكلم عليك لانك نصراوي شوف اي احد يبدا باليوتيوب اكيد بيلاقيه سب ولا شيء لكن وانا اتكلم عن موضوع رياضي ورياضه اكيد انديه كثير صح. لكن انا اتكلم عن فريق منافس لو تلاحظ بالدوري الحين ما في الفرق بين النصر والهلال فانا اتكلم عن الهلال وممكن بس ويمكن امدح الاتحاديين شوي لانه الاتحاديين هم دائما نصراويين حلو ممتاز ارجع معك عمر هلا عمر الناس اللي شافتك بالشارع تصور معك كذا وشعورك بالشهره والله شعور يعني هو كويس بس بعض الاحيان يحرجوني يا ولد احراج زي لا دخلنا مثلا مطعم يهايطون والله ادفع هذا مداني انا ابي يتوعد عني والباقي والله كويس يمين حلو انت في مقاطعك في اليوتيوب معلش في الكيك وصلت الان 100,000 متابع تقريبا في الكيك صح ولا لا؟ وعندك صح. فوق 60,000 متابع في الانستغرام في التويتر ايضا 87,000 78,000 في الانستغرام ما شاء الله تبارك الله كيف تحاول تتعامل معهم تنزل صور في صور معينه تنزلها في شيء زي كذا؟ يعني اعطيهم اللي هم يبونها الصوره مثلا صوره الحركه ذي اللي علمتك عنها هذه يحبونها خلاص انا امشيهم عليهم لانهم يحبون ويضحكون حلو انا سمعت ان عندك غمازه هنا ايه استراليه
استراليه. حلو. هذه كيف خلت الناس يحبون هالغمازه هذه؟ الغمازه ذي اصطفت معي، يعني هذه يعني الحمد لله انها فيني، عشان لو ضعت يلقوني اهلي فيها. بالله. حلو. تميز. في مقطع لك، في مقطع لك اشتهر مره اللي هو انا ضاب اني اصير طيار. عطنا المقطع سمعني اياه. السلام عليكم يا حبايبي. يا ولد انا ضاب مني بصير طيار. انا يا ربي. سيفون على المدرسة. إيه وسيفون يا حبيبي على المدرسة، هذا بيت الشعر وأحلى نوم يا حبيبي، وسيفون على المدرسة. وش رأيك أنت تترك المدرسة سيفون عليها؟ لا لا، هي من باب الدعابة ترى. بس دعابة. حلو. نوجه للناس أسرة توجههم. إيه دعابة هو ترى، ما بصدق أسحب على المدرسة. حلو. في مقطع ثاني بعد اشتهر لك إنه مشكلة إنه اللي هو البنزين ارخص من المويه. عطني اياه سمعني اياه، لانه في عبره صراحه وحكمه ممتازه. السلام عليكم يا حبايبي. اكدت الدراسات العلميه بان الشعب الخليجي يتعاطى المخدرات بانواعها، الحشيش والكبتجون والهيروين، والسبب الماء اغلى من البيت والبعير اغلى من السياره. اين انتم؟ بيت بيت، دار دار، زنقه زنقه. حلو. ممتاز. طبعا امس نعرض المقطع في حلب العرفج مع الدكتور احمد العرفج والاستاذ علي العرياني وعلقوا عليه. وش رايك انه انت بدات مقاطعك تنعرض على اكثر من قناه واشتهرت، وش رايك في هالشيء؟ والله انا يعجبني، وانا والله تابع يا هلا دايم. حلو. راكان، هل انت ناوي مثلا تصير بعدين اعلامي رياضي، تطلع في القنوات محلل، ولا انه لا بس اليوتيوب افضل لك؟ والله للحين ما فكرت بهذا الشيء، بس اهم شيء انه يعني افضي النصر، واهم شيء اني اجيب الهدف اللي انا بيه، وكمان استفيد معها بحب النصر وعشق النصر، اثنينهم على بعض كويس. مباراه النصر الجايه راح تكون مع الشباب، تحضر انت ولا ما انت بناوي؟ ان شاء الله اذا صار، اذا الله كاتب لي احضر احضر. حلو. ايش رايك الان في المشاهد الرياضيه استاذ الملك فهد والاماكن هذه؟ يصير فيها بعض المشاكل فئه معينه. ايش رايك المشاكل اللي تصير احيانا؟ تكسير السيارات، احيانا تعصب زائد، ايش رايك فيه؟ شوف تبي الصراحه، الموسم الماضي ما كانت الدوري السعودي، يعني مو الدوري السعودي، التنظيم حق الدوري السعودي، اما هالسنه الدوري عبد اللطيف جميل، يعني ينظمون المباريات تنظيم ولا احلى، يعني تقول ان الدوري السعودي ولا الدوري اوروبي ما شاء الله. كيف؟ يعني قبل المباراه يسوون فعاليات اشياء تخلي المشجع اللي جاي يستمتع ويحضر المباراه، يعني يستمتع ما قبل المباراه ووقت المباراه. حلو. انت يعني بالعاده انت ناوي اصلا بس تحضر المباراه وتشوف قبلها بعض الفعاليات، صح ولا لا؟ اي هو يعني الناس كانت تيجي بس تشوف المباريات، اما الحين تيجي تشوف الفعاليات قبل المباراه وتشوف المباراه. حلو. النصر في اكثر من اغنيه طلعت عن النصر هذه السنه، متصدر لتكلمني خصوصا الهاشتاج هذا، الهاشتاج هذا هل تشوف انه ساعد الناس وساعد النصراوية عشان يشتهرون اكثر بالعالم كله؟ لا، جميل. النصر غنيه عن التعبير. ومتصدر تكلمني هذا يعني زاد شعبيه النصر عند العالم كله، مو بس السعوديه بس، وجميع النصر معروفين ثاني افضل جماهير بالعالم، فمو غنيه عن التعريف طبيعي. من اول جمهور في العالم؟ الالماني، فريق الماني ناسي اسمه. هذه احصائيه من فيفا. دورتموند اسمه. وشو؟ دورتموند. ما اسمك؟ دورتموند. هذا الاول؟ هذا الاول. والثاني شعب النصر العظيم. ما شاء الله تبارك الله. طيب يا اخي النصر، خلني اسالك انت عمر، النصر له فتره ما اخذ لا بطوله ولا كاس ولا حقق اي بطوله، بعدين بعد فتره جاء حقق، ما تشوف انه افضل انك تشجع فريق له فتره يحقق بطولات؟ انا اقول لك ترى الفتره اللي تقولها ذي من طيب الكوره ساحب عليها سيهون. اها، ما بديت تتابع كوره لما؟ لا ما اتابع يوم تصدر النصر. حلو. انت حبكم للنصر اللي حببني في الكوره عوده النصر ترى. حلو. السنه دي انت حبكم للنصر، هل عشان اهلك يحبون النصر؟ لا والله اهلك، انه يعني ابوي الله يحفظه كان دائما يشجع النصر، كان يشوفني النصر اتابع معه مباريات النصر، صرت احب النصر اكثر منه. اها. لانه اي شخص يتابع النصر اكيد بيحبه، وانت الحين تتكلم عن زمان النصر، زمان النصر عندك ماجد، عندك يعني النصر هو اسطوره السعوديه النصر. ماجد عبد الله اللي هو. ماجد عبد الله ما شاء الله. وش رايك، وش رايك في النصر الان في الفتره هذه؟ هل تشوف انه مستوى تقدم من ناحيه مستوى الاداري والاشياء هذه؟ النصر تقدم، يعني تقدم عن السنوات اللي راحت، والنصر اصلا اسطوره من زمان من ايام ماجد. والنصر بدأ يتقدم، وإن شاء الله السنوات الجاية ما دام معنا كحيلانا أمير فيصل بن تركي، أقول النصر سيظل أقوى فريق سعودي بعد أمير فيصل بن تركي. ما شاء الله. معوقات اللي تجيك في اليوتيوب، وش المعوقات؟ بس يمكن سلبيات التعليقات من الهلالية،
الحمد لله يعني جميع النصب كلها متقبلتني. حلو. معوقات اللي عندك في الكيك وش في جيك معوقات اللي يعني الناس اللي يعرضون؟ ايه واجد، وكلهم من جماعتنا. جماعتك يعرضونك؟ من جماعة كل ابوهم عارضوا، اخواني وابوي هذول كلهم معي، بس الباقي كل ابوهم معارضين. ليه معارضين؟ ولا واحد ايدني، ما ادري عنهم. يعني مو معجبهم اسلوبك ولا وش؟ لا ما بمعجبني اسلوبهم، ما يعني ما هم، انا معهم حق. دخولي انا في الكيك غلطه، لاني كنت يعني ما دروا دعوه فيها شهره وكذا، بس الحين يمكن انهم ما يدي ما عندهم مشكله. طب وين المشكله؟ يعني ممكن تكون بعدين في ستاند اب كوميدي والناس تعرفك. لا هم احنا ترى قبل يعني ما نعرف الشهره ولا نعرف كيف تجيها ولا نعرف تعامل معها. انا يعني دخلت زي كذا حتى انا ما ادري ان الدعوه فيها شهره. اها زي كذا. بس ما في مشكله، ما اتوقع انها غلطه، يعني حاجه كويسه. بالعكس انا قبل كنت احس انها يعني خايسه، يعني الناس اللي تسبك في الكيك كذا، اي واحد في ناس تسبه وفي ناس تمدحه، وش تقول لهم؟ ما لهم داعي. طيب وش ناقصك الحين انت تتابعني؟ خلاص طيب ما عاجبك اسكت، سوى انفولو ولا تتابع. صح ولا لا؟ اي والله شيل الفولو بس لا تسب. لا تسب. حلو. اهم شيء اذا في عنده نقد صح، عنده شيء بيقوله صح عادي، بس اذا هو بيقعد يسبك كذا غلط ولا لا؟ صدق ما شاء الله. اخوياك في مدرسه بدأت مصلحهم معك أكثر بعد ما طلعت كذا؟ إيه لا والله ناشفيلي. كيف؟ أنت كبرت 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 شوالي. أنت كبرت ولا ما تكبرت؟ لا والله ما تكبرت عادي، أنا ما تغيرت. عاد كيف كيف أخوياك في المدرسة كيف يحمسونك إنك تسوي مقاطع أكثر خصوصا النصراوية؟ لا شوف أغلبهم هلالية، مو بأغلبهم يعني، أكيد اللي فيه أي شخص فيه هلالية وفيه نصراوية، فالنصراوية النصراوية اللي معي أكيد يمدحوني يقولون كويس تسوي، يتكلم عن كذا والله شوف الموضوع الفلاني يتكلم عنه. أما الهلالية يقولون بتتكلم عن نصر، أكيد يعني بيقعدون ينتقدون. أما في هلالية اللي هلالية بس عادي، مو هلالية الهلالية يشجعون ودايم يقول كويس وزي كذا، بس انتبه من كذا وانتبه من كذا. حلو حلو كويسي. ممتاز. عطنا أذكرك بتصور كيك آخر الحلقة. كيك كيك. السلام عليكم يا حبايبي، أنا الحين في برنامج هلا بالشباب مع باسل الثنيان. والله العظيم لو اني فرع دلبل والله لاشربكم من حليبه ولاعطيكم من حليبه وخليكم تغطون اخشابكم من حليبه. انا عندي سؤال محيرني من زمان، الواحد ذا لابس شماغ ليه يسوي زي كذا؟ يا غبي اللي لابس شماغ راسك ما برقبك، لا تصير غبي. حلو ممتاز. الله يعطيكم العافيه شباب، شكرا لكم، نورتونا في هلا بالشباب، مبدعين كلكم، نتمنى لكم التوفيق اكثر. من يا هلا بالشباب، احنا دعمكم دائما، اي حاجه تبغون نرض مقاطع لكم اي شيء دائما نخدمكم ان شاء الله، نخدم المواضيع هذه. يعطيكم العافيه. نشكر نصص اللي رافقنا كل فتره هذه وعطنا حاجه ختاميه. يلا ذهب معدنك في عيني ويا عز الطلب، معدنك يغنيني في هذا الكون عن كسب الحليب، لو يزعل العالم بتبقى في نظر عيني ذهب، يوم المعادن مصلحة الأيام تعطيها صلي، وغالك نقش السمري اللي وسط قلبي كتاب، كل ما خفك قلبي طاير لك حمام بابلي، غالك نكش السمري اللي وسط قلبي كتاب، كل ما خفك قلبي طاير لك حمام بابلي، وإذا سلوني الناس عن حبك أقول بلا سباب، ما هو ضروري أقنع العالم بشيء جاز لي.
وغطى كل هداب نمشي غطاك وفرش هارون الرشيد المقملي وحدث قلبي يجري شداد في حبك هداب قصم صخر جابه الوادي وحذر من علي وانا عليك غروان حرك طرف ثوبك مهاب وغر من كف الهوى لشال عطرك وانت لي وانا عليك غروان حرك طرف ثوبك مهاب وغر من كف الهوى لشال عطرك وانت لي يصدق من عيوني إذا الكون بعيونك كذاب يا مبتدا يا منتهى يا آخري يا أولي